قال رب العالمين جل جلاله: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله غني غني غنى ذاتي، فالغنى فيه جل وعلا وصف ذاتي، بمعنى أن عباده حمدوه أو لم يحمدوه فهو جل وعلا غني حميد، عبدوه أو لم يعبدوه فهو جل وعلا مستغن عن عبادتهم. وفي الخبر الصحيح عند مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم جاء في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأنت أيها المبارك عندما تغدو إلى المسجد ترفع قدما وتضع أخرى، أنت من يجني ثمرة هذا المشي، وإلا رب العرش مستغن عنك وعن طاعتك، مستغن عن كل أحد. ولهذا تدبر القرآن، الله يقول في غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله، قال بعدها: يسبحون بحمد ربهم. وقال في الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فقدم الله التسبيح على الحمد حتى لا يتوهم متوهم ولا يظن النظان وهو يقرأ القرآن ويقرأ أن هناك ملائكة تحمل العرش وأن هناك عرشا استوى الرحمن عليه كما أخبر استواء يقليق بجلاله وعظمته، لا يأتي في خلدي أحد أن الله مفتقر للعرش أو أن الله مفتقر إلى أحد من حملة العرش أو أن الله مفتقر إلى من يطوف حول العرش. فالله مستغن عن العرش، مستغن عن حملة العرش، مستغن عمن يطوفون حول العرش. ولهذا قال الله جل وعلا: يسبحون بحمد ربهم. فالتسبيح بحمد الله معناه أنهم ينزهون الله جل وعلا أن يأتي في خلد أحد منهم أن الله محتاج إليه أو أن الله فقير إليه. فالله هو الغني حق الغنى، وكل خلقه شاءوا أم أبوا، رضوا أم أنفوا، كلهم على أي حال كانوا، بأي مال جمعوه أو ولد ولدوه أو ملك ملكوه، كلهم فقراء إلى الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. فحتى الكافر الذي لا يؤمن بالله، الملحد الذي لا يؤمن أن هناك ربا سيجمع عباده، إن لم يسجد هو طوعا يسجد ظله كرها، إن لم يسجد هو طوعا يسجد ظله كرها. قال الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والمعنى أن الجميع والكل مفتقر إلى الله جل وعلا كل الفقر. وإذا تحقق في قلب العبد أنه عبد فقير مفتقر إلى الله وأن الله جل وعلا غني كل الغنى عنه، تكون الطاعة طاعة محبة، تكون الطاعة مجلوبة برقة القلب، تكون الطاعة أعظم ثوابا وأعظم منزلة ووقعا عند رب العالمين جل جلاله. وكلما أظهر العبد لله تبارك وتعالى فقره ومسكنته زاد فضل الرب تبارك وتعالى عليه. وتأمل القرآن: إن إخوة يوسف لما قدموا عليه أرادوا أن يستدروا عطفه، يستدروا كرمه، يستدروا عفوه وإحسانه، قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. وقالوا في آية أخرى: فلما دخلوا عليه قالوا: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. هذه كلها يستدرون بها عطف يوسف. فلما قالوا له: مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة رق لهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم استكانوا بعض الشيء بين يديه، فكيف بالاستكانة بين يدي رب العالمين جل جلاله؟ كيف بأن يشعر الإنسان بفقره التام أمام الملك الغني الحميد تبارك وتعالى؟ لهذا قال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.